السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير للجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الثلاثاء. أجواء حارة من قلب مدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، اللي كنحاولوا أننا ننقلوا لكم هذه الأجواء صبيحة هذا اليوم من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحيوكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، كننقلوا لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. اليوم الثلاثاء كباقي الأيام الأخرى، اليوم يعني بالنسبة للحرارة كاين طقس حار خصوصا اليوم. الأيام ما قبل كان واحد الاعتدال في الحرارة، يعني كتكون الأجواء ملطفة صبيحة كل يوم، ولكن بالنسبة للنهار يعني كتكون الأجواء حارة. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، عاصمة الشاوية. كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كننقلوا لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. بالنسبة اليوم المدينة ديال سطات يعني الطقس حار كيف ما كتشوفوا، يعني كباقي مدن المملكة يعني اللي كتعرف هذه الأجواء الحارة خصوصا مع هذا الصيف. كننقل لكم هذه الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل ما هو جميل. هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحييكم، بغينا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي حرارة، كاين شي برد، كاين شي صهد. كل المدينة وأنها كتميز بالمناخ ديالها، بالطقس ديالها، بالأجواء ديالها. احنا في المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، اللي كتعرف الأجواء حارة، الأجواء ديال هذا الصيف الأجواء حارة. سي الحسن بوقدير، تحياتي لك أخويا، وصباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح الأمل، صباح التفاؤل لجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في، اللي كنحييكم مجددا من خلال هذا البث المباشر. حركية غير عادية على مستوى العام، خصوصا يعني الكل أنه كيتوجه لأماكن العمل ديالو، الكل أنه يعني في طريق السفر ديالو. كنتمنوا لكم طريق السلامة، كنتمنوا الناس اللي أنهم كيتاخذوا طريق السفر للوليدات ديالهم، العائلات ديالهم، كنقول لكم طريق السلامة، مزيد من الحذر خصوصا في هاد الأيام اللي كتعرف الطرقات واحد الاكتضاض، كتعرف واحد الازدحام، كتعرف واحد الحركية غير عادية. كنتمنوا طريق السلامة للجميع، طريق السلامة للجميع لأنهم كياخذوا يعني طريق السلامة بالنسبة للجميع. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، جوهرة الشاوية. أجواء حارة صبيحة هذا اليوم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كننقل لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. سي الحسن بودير، كيف دايرة الأجواء عندكم بالمدن ديالكم؟ بغينا نعرفوا نعرفوكم منين كتابعونا، منين كتابعوا قناة شعب شوف تي في. كنحييكم على التواصل، كنحييكم على التفاعل متتبعينا مشاهدينا الأوفياء. هذه هي الأجواء صبيحة هذا اليوم، أجواء رائعة ومثيرة في نفس الوقت، أجواء رائعة، أجواء صباحية جميلة من قلب المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كننقل لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم.
بالتوفيق للجميع، بالتوفيق للجميع، بالتوفيق للجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء، بالتوفيق. كنتمنوا لكم بداية يوم طيب، كنتمنوا لكم نهار يعني جميل، كنتمنوا لكم يعني بداية يوم طيب متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذه هي الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، أجواء حارة صبيحة هذا اليوم الثلاثاء. اللي كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كنحييكم على التواصل، كنحييكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، سطات الجميلة بالناس ديالها، سطات طيبة. تحية خالصة للساكنة ديال المدينة ديال سطات اللي كنحييهم من خلال هذا البث المباشر. وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح الأمل، صباح التفاؤل للجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كنتمنى لكم بداية يوم موفق متتبعين مشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كنحييكم على التواصل، وكنحييكم على التفاعل، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كيف كتشوفوا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، رسائلنا من خلال هذا البث المباشر أننا ننقل لكم تحية صبيحة هذا اليوم، ونقول لكم صباح سعيد، نبلغ لكم التحية صبيحة هذا اليوم، ويوم موفق لجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر. كنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح التيسير، صباح الأمل والتفاؤل من قلب عاصمة الشاوية سطات. سطات اللي كنبلغوكم منها أجمل التحايا، أجمل تحية صباحية، بداية يوم موفق لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تي في. كنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير والبركة والتيسير، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، دمتم في رعاية الرحمن. كان هذا بث مباشر التحية لتحية متابعي المشاهدين الأوفياء، ونقل الأجواء كيف دايرة من القلب ديال عاصمة الشاوية مدينة ديال سطات. دمتم في رعاية الرحمن.